باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح 27. معلمنا بولس الرسول ابتدى الرحلة إلى روما، إن هو معلمنا بولس في المركب مع قائد المائة مقيد كأسير، ومعاه مساجين آخرين ومعاه بحارة، وهنا هيشهد معلمنا بولس الرسول للمسيح زي ما شهد في البر هيشهد في البحر أيضا، وزي ما شهد للولاة ولليهود هيشهد أيضا لهؤلاء البحارة وللأسرة ولقائد المائة. آية 9 بيقول: ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم. فات وقت طويل، زمان طويل، وهم بيتلكعوا في السكة والسفر مش بقى خطر، ومعلمنا بولس الرسول عمال ينذرهم، قال لهم قائلا في آية 10: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. هنا ده صوت ربنا واصل لهؤلاء البحارة ولقائد المئة، واصل للناس كلها، صوت الله يصل. ناس ساعات تقول: وربنا ما قاليش في الأمر دوت، إذا كان مشروع ولا أي حاجة ولا أي حاجة هو داخل فيها جديد، وربنا ما قاليش، مع إني ممكن يقول كنت أنا صليت. لكن الشطارة مش في كده، الشطارة إن صوت ربنا واصل، بس الواحد يسمع صوته إزاي ويكون مستعد لسماع صوته. في العهد القديم زمن أرميا النبي، كان بني إسرائيل بعد ما راحوا السبي، كان البقية منهم جم لأرميا النبي وقالوا له: قل لنا إحنا نصعد مصر ولا لأ، ومعاك 10 أيام. قال لهم: معاكم 10 أيام أصلي فيها وأقول لكم. وبعدين لما قال لهم أرميا النبي: ما تروحوش هناك وخليكم في أرض إسرائيل، قالوا له: أنت بتكذب علينا، وإن أنت مش عايز تقول لنا الإيه، عايزنا إن احنا نروح مصر عشان ننقذ وهكذا. فرغم إن قالوا له: شوف ربنا يقول إيه، وقال لهم ربنا يقول إيه. فعشان كده ضروري يبقى عندي من جوه قلبي ومن جوه فكري قناعة إن أنا أسمع صوت الله، مستعد لسماع صوت الله، بإن أنا أبقى فعلا مسلم لله وطالب مشيئته بجد ومتكل عليه على مشيئته بجد، وحاسس إن أنا أتضع أمامه، إن أنا مفهمش كل حاجة، وأتأنى وأصلي لما أستعد على قد ما أقدر، طبعا على قد الوقت، لأن ساعات في حاجات بتبقى عايزة سرعة، لكن أسلم على الأقل. أي 11 يقول: ولكن كان قائد الماء ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس. بعد كده أي 12: ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، استقر الرأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها، وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. للأسف طبعا كانت نصيحة معلمنا بولس الرسول صح، وحصلت الخسارة اللي قال عليها، ولكنهم لم يستفادوا من وجود هذا القديس وهذا الإنسان البار معهم في المركب، والنصيحة اللي وصلها لهم ربنا على لسانه. ربنا يدينا كلنا نسمع صوت الله، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها آمين.